دليفري للاستاذ عمر. عمر مين؟ ولا ما بعرف، في مدام اتصلت فينا وعطتنا العنوان واسم استاذ عمر. قولي هون ما في الا عمر واحد، اطلع على تاني طابق. يا حبيبة قلبي، يا حبيبة قلبي، شو هالاخبار الحلوة؟ هيدا احلى خبر سمعته من 3 سنين. مش مصدقة، مش مصدقة بشوفك عروس. هلا من كل هالخبرية اللي سمعتيها، ما سمعتي الا العروس والعرس؟ شو بدك اسمع كمان؟ اخبار نديم الزفت؟ اخبار الحزن والبكي؟ هلا هادي شاب بياخد العقل. بياخد العقل بس بعد ما بعرفه منيح. ما بتعرفي منيح؟ كيف يعني ما بتعرفي منيح؟ بدك تترسي له اخلاقه مثلا؟ غادي شاب بياخد العقل وبحبك الا اذا انت ما بتحبيه. انا بموت فيه. طيب وشو لكن؟ شو ناطره؟ ناطره لتنتقمي من نديم؟ خلص نسي قصه نديم بقى، نسيها. تجوزي غادي وهيدا بيكون اكبر انتقام لنديم. ابدا ما بدي استغل غادي. ايه هلا نية اخبار ام ملحم. ترقي لك شوي، ترقي من ام ملحم مثلا للدنيا هيك. والله سائلة. شو بيك حبيبي؟ في مشاكل بالشغل؟ لا شربين. خود راوي راسك بهالكيس. ما بدي شربين كتير. لا الهيئة القصة جدية. سامية بليز تعبان. طيب طمني، كيف كان يجمعنا الليلة؟ بتطير العقل. هاي. أهلين حبيبتي. كيف كانت سهرتك حبيبتي؟ منيحة، كان مفول. إجت رزقت عمر على وجهك. إيه طبعا، شو أنت حبة وحبتين؟ أكيد مكبش فيكي وبده يعملك ستار تبع مطعم. ومرته وأم ولاده كمان. شو؟ شو عم بتقولي جمانة؟ عمر طلب يتجوزني وقال إنه مغروم فيي وما عم بيوقف يفكر فيي ليل ونهار. عال عريسين للأختين بنفس النهار. بتتذكري مسرحية عريسين مدري من وين؟ اوعى جمانة، اوعى. ليه اوعى؟ أنت شو أنت؟ عندك فوبيا من الجيزة؟ تركيها للبنت، عمر بجنن. ولك انت شو؟ شو كل الرجال عندك بجننوا؟ انا كل الرجال بقول عنهم بجننوا؟ اكيد. لا، في رجال ما بقول عنهم بجننوا. مثل اليوم مثلا، لانه فنان وحساس وفقير ما بطيقي. هذا ليش عم بتصرخ علي؟ ليش عم بتلوميني كاني انا المذنبه وبتحطي كل الحق علي؟ بليز بليز، ما بقى تتخنقوا كرمالي. اوعى جمانة، اوعى تفكري بعمر. عمر كذاب. عمر بده يتسلم معك وبس. عمر طلب يتجوزني. ولك اكيد يصير له. معقول يصير له بنت بجمالك وبعمرك يتجوزها ويشتريها بمصرياته؟ هلا بليز، خلص خلص، ما بقى فيي لهالاجواء المتوتره. كيف بدك تكون الاجواء لكين؟ رومانسيه مثلا انتو عم تخبريني هيك خبريه؟ انا فايت نام وبكره بنحكي. لوين؟ فايت ياخد بنتي وفل على بيتي. بلا هبل فيرا، انت بتعرفي ما كان قصدي عيط عليكي. فظيعه فظيعه، شو بتقدري تكوني قاسيه ولئيمه وقت اللي بدك. لما بحس بالخطر على الناس اللي بحبهم. ايه فيرا، اخواتي عم بيروحوا من بين ايدي، ليش مش قادره احميهم؟ مش لتحمي حالك بالاول؟ الانسان هلا بيحمي حاله قبل ما يحمي غيره. روجي ساعدي حالك، ساعدي حالك حتى تقدري تساعدي اللي حواليك واللي بتحبيهم، احسن ما تخسريهم كلهم. رعايه لجمانة تيجي تنام حدك، بركي بتحكوا شوي، وانا رح نام حد شيرين بالاوضه. زعلتي مني؟ حتى لو زعلت منك ما بقدر ضل زعلاني. حبيبي بدك نقول لين؟ مش جاييني نوم. طيب بحط لك ميوزيك. من اللي بدك اياه سامي حياتي، من اللي بدك اياه. اوكي.
ناطر حدا؟ لا، لك وقت استنيو. اوكي اوكي. مين؟ دليفري بيتزا. انت طالبه بيتزا؟ لا بس مش غلط من خدا. وسنين ان شاء الله يكون فيها فطر. نايم شو حنين عزاويك ستنا جاد. أيوة جاد، تعرفيني من قبل؟ وعك تفكر بشي بشع بيني وبين أمك؟ وعك تفكر إنه معقول نكون التقيت فيها بالمستشفى وقالت لي إنه ما عندها مطرح تروح عليه؟ قلت لها تجي لهون لعندي على الشاليه، وأنا بس ماني ساكن بالشاليه، ثيقة بالصدفة أنا هون. سامي رجع على الموسيقى، كفي رأس وأغاني، خلص فرجيني كيف كنت عم ترقصي لعم عمر. خلص جاد، اسمع لقلك خليك بعيد أحسن. ابني خلص جاد، اسمعني منيح. لقلك خليك بعيد أحسن. لا ليش ما بتجي بالمنيح؟ اقعد على الصوفة. اقعد. برافو يا شاطر. سامي علي الموسيقى وكفي رأس وأغاني لعمو عمر. سيبيني مش موجود. جاد خلصنا بقى. نفس اللي عم يطلبوا منك سامية. سامية نفس اللي عم يطلبوا منك. يلا وصلوا لعمو عمر. جمانة رح اشتري فيلا بتاخد العقل، كبيرة وبتساع الكل، وناطرتك انت وخيك تشرفوا عليها. هلا اسكتي واسمعيني منيح. بعرف بدك تستقلي عني، بعرف انه بدك تصيري كبيرة وتتحملي مسؤولية حالك ومسؤولية عائلتك مثل ما انا عملت. فكرك انا ما بدي اياك تكوني انسانة ناجحة بالحياة، انا بس بدي اياك تنطلقي على الحياة وانت ومرتاحة، ضميرك مرتاح، قلبك نظيف، حريتك واسعة. بعد بكير لتحبسي حالك. اوعى تهربي لعند عمر. الزواج بعمره ما كان هريبة. الزواج لازم نروح عليه نحن مبسوطين ومقتنعين. بكره ببيتك الجديد رح بيكون عندك غرفتك الخاصة، اغراضك، كل شي بدك اياه. واهم شي ما رح يكون في مشاكل ولا نق. وبيك وامك نستأجر لهم بيت جديد. بليز اختي اقبلي مساعدتي. بحبك.
بحبك هلا، بحبك. لو بتشوفي أنا يا حبيبتي، لو بتشوفي أنا. عادي ارتاحي، ما بدك ترتاحي حدا عشيقك سامية. عم بقول لك عادي، ما بدك تعزمنا على كاس يا عشيق يا محترم. قوم خد محلك. شو صديقي؟ خبرت جمانة عن علاقتك بأمها؟ لا ابني، بترجيك لا. خبرتها؟ الشغلة مش مثل ما أنت مفتكر فيها. والله؟ خي حلو هيك، يعني قصتك بتفوق الخيال. يلا خبروني لشوف شو قصتكم يا حلوين. أنا بعرف سامية من قبل ما تتجوز. أوف هالقد؟ قديش كان عمرك يعني؟ 10 سنين؟ أنا وسامية معرفة قديمة. بعرف سامية قديمة منيح. اسكت ابني، أنا بضلني أمك. اسكت، أنا أمك. وإذا أمي يعني ليش عم تذكريني بهالحقيقة؟ شو المطلوب مني؟ احترام. الحياة قاسية يا ابني. طبعاً. قاسي كتير. رجال معطر مرته حرقت البيت فيه، بركي بتخلص منه. قد ما حظه عاطل بقي طيب، بقي طيب ليسمع انه ابنه قتل مرته. لا دخيلك ما تقتلني، دخيلك. أنا بكمشي فيك وبمستقبلك، اوعى تفكر اني بستاهل انك تقتلني وتقعد كل حياتك بالحبس كرمالي، اوعى. خش عني حالك، خلوني بقى، ما بقى صدق بشي. جد اعمل في اللي بدك اياه، اطلب ولا شرطة الاخلاق، خلوني يجوا يزتوني بالحبس، انتقم مني باي شكل، بس ما تقوصني وتقعد كرمالي بالحبس، ما بستاهل، ما بستاهل. ما بصدقك ماما حبيبي، بشكل اني ما بقى صدق فيك. حبيب قلبي انت جادو. Thank you.
ايه نزار حبيبي كيفك؟ غادي دخيلك ساعدني. نزار بك شي؟ اتصلوا فيي هلا من عند الدرك المغفر. ايه شو في؟ جاد عطاهم رقمي. جاد؟ جاد ما غيره خيال هلا؟ ايه جاد سرق الفرد اللي بيحمله عبودة اللي مرخصه البابا لحمايته. ايه وراح على شلع عمر وكانت امه هونيك وقوصها. مين عمر؟ تبع المطعم؟ ايه صاحب المطعم. جاد اكتشف انه امه مصاحبة عمر. ميتت؟ ما بعرف شي غادي. جاد ما عم يقبل يعطي اسم حدا من عائلته، بس عطاهم رقمي. غادي دخيلك ساعدني، ما بعرف وين بدي روح، انا هربت من البيت، ما بعرف شو بدي اقول لاهلي. وهل عرفت؟ ما حدا عارف غيري. نزار ارجع على البيت وخبر الحقيقة لبيك، مش لازم تهرب وكأنك انت القاتل. وخويجة جاد وين لقطينه؟ اللحظة رح اعطيك عبود، هو بيعرف وين. عبود احكي غادي. قالوا ايه غادي؟ هذا مو شي؟ شو في غادي؟ ما في شي بس اشتقت لك. بلا سألي ساعة تنتين ونص وجه الضو. هلا اسمعيني شوي، حبيت انا اجي خبرك حتى ما يفشلوكي، بس ما في شي ابدا. شو في غادي؟ دخيلك خبرني قلي حدا مو شي؟ جاد؟ جاد مو شي؟ جاد له كم يوم عم براقب امه اللي قالت له انه عم بتسرب عن صاحبته. راقبها وعرف انه عم بتسرب عن صاحبها. صاحبها طلع عمر تبع المطعم، لحقونا على الشاليه وشافون مع بعضهم. بس قبل بشوي كان سرق الفرد اللي موجود مع نزار بالسيارة واللي بيحمله شوفير ليحميه. قتلون؟ قوص على أمه بس ما ماتت، بس انصابت برصاصتين. لا 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 هلا لا يا فيرا. يا عيون فيرا يا حبيبتي، قليلي شو بكي؟ شو صار؟ جمانة جاد لحق امك على بيت حدا وشايفها معه. جاد قوص عليها بس امك ما صار لها شيء،
عن جد شو مانا امك ما صار لها شيء؟ لا شو مانا؟ لازم تعرفي امك كانت مع عمر. مين عمر؟ مين عمر غدي؟ عمر؟ ايه امي كانت مع عمر. امك صاحبته لعمر. رح تحكي ولا شو؟ شو بدي احكي؟ كل شي صار. بدك تعترف؟ ناقصكم اعترافات؟ الليلة شفتوه مش كيفة؟ لا مش كيف، بدنا نسمع اعترافها. أنا مش ناكر شيء، لو بتقلكم كنت هربت. خبرنا كيف صاري، منين جبت الفرن؟ ليش غوصت؟ غوصت لأنه هيك كان لازم أقوس أمك؟ كان لازم تقوس أمك؟ أمي؟ كان لازم أقوس أمي. خبرني كل شي يلا. كل شي عندي شي خبر. أنا قوصت أمي، هيدا كل شي. هيدي جنايه، يعني بالقليل 15 سنة حبس. ما عندك شي تقول وتخفف عنك هالعقوبة؟ لا. جومانا طلعي فيي، طلعي فيي جومانا، بليز قولي شي. بعرف انه الصدمة كتير قاسي عليكي، بس لازم تعرفي انه الحياة ما وقفت هون جومانا. بليز قولي شي. دخيلك شو عم بيصير؟ شو عم بيصير؟ شو غدي؟ خبرتها. اخ يا قلبي اخ. فيرا قومي خليكي حد جومانا منا منيحة. اوكي رح اتصل بنسيمة خليها تيجي هلا كمان. بيكون احسن. قلبي غدي، قلبي يا غدي اخ. انت انسان قلبه كبير وعقله كمان، واللي قلبه كبير ما بيخاف من هالاشياء. شد حالك كرمالي، كوني قوية. اوعى تطلب مني كون قوية، ما بقى حدا يطلب مني شيء. لو كنت جبل كنت انهديت، لو كنت صخرة كنت تفتتت. انت منك لا صخرة ولا جبل، انت انسان قلبه كبير، واللي بيكون قلبه كبير بيكون أقوى من كل شيء. أنا خلص استسلمت، ما عاد عندي قوة ولا عقل ولا جسم ولا روح. حسي حالي ورقة طايرة بلا أجرين، بلا أرض، بلا سما، بلا حدا. وأنا هلا أنا مش حدا؟ انت حبيبي اللي حظه عاطل انه طلع حبيبي. اوعى تقولي هيك، ممنوع تستسلمي هلا، ممنوع تستسلمي ولا مره ولا الف مره. انت قويه، انت متعلمه، انت دكتور. ولشو كل هول؟ لشو العلم؟ لشو الدكتره؟ طالما مش قادره احمي خيي انا انانيه، انا فاشله، أنا حقودة، أنا بنت تعقدت لما ماتت أمها وبطلت قادرة تطلع من عقدها. ما تكون قاسية على حالك هالقد. جربت ما أكون قاسية على حالي، قسيت على التانيين. أنا حقودة، تركت إخواتي يعيشوا مع هالمرأة العاطلة، مع هالبي الضعيف. قسيت على بي، بتعرف ليش؟ لأني أضعف منه،
كأني مش قادرة واجهه غادي، لأنه مش قادرة واجه ولا إنسان أذاني. أنا ضعيفة غادي، أنا ضعيفة أكتر ما بتتصور. لا هلا، أنت كنت ضعيفة لأنه أنا كنت بعيد عنك، هلا نحن اتنيناتنا قوية ببعضنا. بليز كرمالي بعدك أحسن مني بكتير. على القليلة أنت أول صدمة صدمتيها. عمرك 23 سنة، أنا أول صدمة صدمتها كان عمري 12 سنة. اليوم أنت أمك منصابة، أنا بوقتها أمي ماتت بين إيدي. صدقيني بعدك أحسن مني بكتير. بوقتها أنا كنت وحيدة، ما عندي حدا. هلا انت عندك اخت بتحبك وبتموت فيكي ومستعده تعمل المستحيل لحتى تحميكي. بعرف انه اللي صار كارثه، بس ما خلصت الدنيا. يا ريتها خلصت. يا ما تمنيت مثلك تخلص الدنيا، بس ما خلصت. بعدنا هون وبعد الشمس بتشرق كل يوم وبتجيب لنا معها نهار ما بنعرف شو مخبالنا. شو معنى قولي شي؟ ما تهربي بالسكوت. اتركيني هلا، اللي بدي اقوله رح يكون قاسي وما بيشبهني. قولي قولي حيالله شي، بس قولي. شو بديك قول يعني؟ بدي اقول انك احسن مني؟ بدي اقول انه حظك كان احسن من حظي لانه امك ماتت؟ لك يا ريتها ماتت يا هلا، يا ريتها ماتت. بعدك عم تهربي، اوعى تتمني للموت. خليها تدفع ثمن اللي عملته، خليها تتعاقب مثل ما لازم. واجهيها جمانة، واجهيها. خليها تشوف نظراتك، لومك لإلها، زعلك منها. خليها تعيش وتندم. وإذا ندمت شو رح يتغير؟ جاد بيطلع من الحبس، بيصير فيه يواجه كل الناس وأصحابي بالجامعة. وليوم كيف بدي واجه ليوم؟ ليوم إذا بحبك رح يوقف حدك مثل ما أنا غادي واقف حدي. بعدين أنت ما غلطتي، والمش غلطان بيواجه العالم كله. وجاد هلا، جاد أنا وياكي مش رح نتركه، رح وكله أشطر محامي بالبلد ليدافع عنه. أنا رح موت هلا. سلامة قلبك يا حبيبتي، سلامة قلبك. على فوقه جبت رقم المحامي؟ سيفته على الموبايل.
فات علينا متنكر بشاب الدليفري بيتزا. استاذ عمر عم تهرب من الجوابات. ابدا، جاوبتك على كل سؤالاتك. لا، رح نرجع نبلش من الاول. شو كانت عم تعمل عندك بالشاليه ما تنسى؟ جاوبتك على هالسؤال. رجع جاوبني من جديد اذا بتريد. بنتها لمدام ساميه بتغني عندي بالمطعم. انا صرت فرد من افراد العائله، كثير اصحاب معهم. من فتره احترق بيتهم مثل ما سبق وخبرتك. مدام ساميه ما كان عندها مطرح تروح عليه، فعزمتها على الشاليه لعندي، لانه انا ما بجي على هالشاليه اجمالا. ايه بس هالليله كنت مرقت تشوف اذا عايزه شيء. مرقت لتشوف اذا عايزه شيء، ها؟ ولبست بيجامتك استاذ عمر وفتحت اناني ويسكي. وصلت مأخر تعبان. إذا بتريد، أنا مش ولد صغير قدامك. نحن كتير ناضجين وبنفهم على بعضنا. اعطيني من الآخر. كانت تربطني علاقة أنا ومدام سامية من زمان. فجأة انقطعت هالعلاقة وبقيت فترة طويلة ما أشوفها، إلى أن التقيت فيها بالمطعم عندي وقت اللي اجت تشوف بنتها. ورجعت المي لمجاريها، ها؟ بس هالشي ما بيبرر عملت ابنها المجن. التبريرات والاتهامات اتركي علينا استاذ. انت بس عليك انك تخبرنا شو صار بالتفصيل وبصدق، وترك الباقي علينا. نحن بنعرف شغلنا، ها؟ فيرا حبيبتي شو بكي؟ دخيلك رح يوقف قلبي. قلت لي انا سلامت قلبك. روقي روقي، خدي نفس خدي نفس خدي نفس. ايه يا رب دخيلك ساعدني يا رب. روقي روقي. بعرف انك خايفة. خايفة واشياء كتير كمان. خايفة ومعصبة وقرفانة من جد، بعرف هلا. بس هلا جد ما عنده غيرك، ما لازم تكوني معه قاسية والا بينهار بالمرة. بليز ما تكوني معه قاسية. يلا حبيبتي. انت اخر شخص بهمني اعرف عنه شيء بهالقصة. مش يمكن عم تظلميني؟ مش لبق لك دور المظلوم استاذ عمر، مش لبق لك ابدا. نسيمة شو في؟ شو صار؟ شو معنى مش منيحة ابدا يا نسيمة؟ شو بها؟ فينا ننظر بأمره. ماشي طيب. تفضل. مساء الخير. أهلا. دكتور هلا حداد، أخته لجاد. أهلا وسهلا. غدي. تفضل. شو بتحبوا تشربوا؟ مرسي ما إلي نفس. أنا باخذ نسكافيه. واحد نسكافيه من فضلك. جاد ما عم يحكي شيء. كل اللي عم يعمله عم يعترف انه قوص امه وبس. مش خايف من شيء، لا بده محامي ولا بده شيء. بده يتحاكم وبس. حضرة المحقق، جاد صبي مرق بمشاكل كثيرة. الواضح انه علاقته بوالدتك مش منيحة. منا والدتي. قصدي أنا وجاد من زيت البي، بس الأكيد مش من زيت الأم.
هي كلكم عندكم مشكلة مع هالأم. شو بتنصحنا نعمل حضرة المحقق؟ شو برأيك لازم نعمل؟ ساعدوني. يلا يا حبيبتي يلا. جاي الدكتور غسان. ما بدي دكتور. ما بدي حدا. مين بدك لكان يا حبيبتي؟ مين عايزة؟ ما بعرف مين عايزة. ما بعرف شو عايزة. ساعدوني. يعني برأيك إذا ثبت إنه أمه كانت بوضع مش مناسب بتخف العقوبة؟ هودي سؤالات تسأليهم لمحاميك. أنا هون شغلتي التحقيق الأول قبل ما يتحول المجرم للقضاء. المجرم؟ بعتذر بس خيك مرتكب بجناية محاولة قتل. لو ما الله بحبه وتضل أمه عايشة كان راح فيها مؤبد. عادت عملت شيء بينفع بحياتها صامية ما ماتت. وفيها تعمل شيء أحسن كمان. فيها بس تصير منيحة تصفط حقها ساعتها بتنزل عقوبة كتير. قديش يعني؟ ما بعرف قديش على المزبوط بس بتخف كتير. يا رب. في خليك تقبلي إذا بدي قبل ما ينقلوه من هون. قبله؟ إذا بدك. أكيد بدها. الوليد كيفك؟ لا حبيبي ما تخاف ما بيني شي أنا وشيرين. بس صار مصيبة بعائلتها لوليد. مصيبة كبيرة. طيب اوكي. خلصت عملياتها وصارت حالتها مستقرة. الحمد لله على السلامة. الحمد لله. بحياتي ما كنت فكر انه رح ينشغل بالي هالقد على صحة سامية. شفتي؟ كنت عم فكر زيت الشي. خليني اطمن على جمانة قبل ما فوت لعند جاتي. شفتي يا نسيمة؟ شفتي شو صار معنا؟ شدي حالك يا حبيبتي، الله كبير. كيف صارت جمانة؟ منهارة وتعبانة شوي، طلبناها للدكتور غسان وهلأ بيجي بيشوفها وبيبقى معها. عال ليكي بركي بتتصلوا كمان بليون، ليون بيساعدها. أهلا. المسؤول سمح للدكتور إنه تواجه خيّا. حضرته خيّك؟ نعم. حداد بواجهة. Thank you.
Thank you.